نشرة رياضية من قناة مان شباب، أقدمها لكم أنا سلام القيسي وتتابعون فيها. اتحاد الكرة يعلن إقامة حفل لمنتخب الناشئين في العاصمة المصرية الأحد القادم. البكري يبحث مع وزير الرياضة القطري سبل دعم المنتخبات الوطنية. ووحدة عدن يتغلب على شمسان في افتتاح إياب بطولة عدن الكروية. أهلا بكم مجددا. أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم عن إقامة حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين المتوج بطلا لاتحاد غرب آسيا. وقال الاتحاد بأن التكريم سيقام في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد القادم. هاب الاتحاد اليمني بكافة الجماهير اليمنية المقيمة في مصر إلى الحضور والمشاركة الفاعلة. بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع نظيره القطري صلاح بن غانم العلي سبل دعم الدوحة للمنتخبات الوطنية والرياضة اليمنية بشكل عام. وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الجانبان اتفقا على سبل ترسيخ العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك في مجال الشباب والرياضة. كان الاتحاد القطري لكرة القدم قد استقبل في الدوحة منتخبنا الوطني للناشئين المتوج بطلا لاتحاد غرب آسيا، ودعاه لحضور نهائي كأس العرب السبت الماضي كتكريم له نظير تحقيق اللقب. فاز فريق وحدة عدن على نظيره شمسان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب با وزير ضمن مباريات الجولة العاشرة والافتتاحية لدور إياب بطولة عدن الكروية. افتتح البيارق التسجيل عبر اللاعب عيدروس المحوري عند الدقيقة 37، وعدل شمسان النتيجة في الدقيقة 55 عبر لاعبه هلال، لكن الوحدة عاد مرة ثانية وأحرز هدف الفوز عن طريق اللاعب أحمد سعيد في الدقيقة 65. بهذا الفوز رفع وحدة عدن رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد شمسان عند 7 نقاط في المركز الثامن. حقق فريق الشعلة فوزا ثمينا على منافسه المنصورة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب حبيب في البريقة ضمن الجولة العاشرة لبطولة عدن الكروية. تقدم المنصورة بهدف محمد بوتشي، وبعدها بدقائق عدل منيف جسار نتيجة للشعلة، وأحرز الخضر الدوحة الهدف الثاني للشعلة، ليضيف منيف جسار الهدف الثالث للفريق الأصفر. بهذا الفوز رفع الشعلة رصيده إلى 21 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد المنصورة عند 15 نقطة في المركز السادس. ولحساب الجولة ذاتها حقق فريق النصر فوزا مهما على نظيره الجلاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحبيشي في مستهل دور إياب بطولة عدن الكروية. انتهى الشوط الأول بنتيجة سلبية في ظل حظر ساد أداء الفريقين في مستوى تحت المتوسط قبل أن يتقدم الجلاء بهدف من علامة الجزاء نفذها بنجاح أكرم الصلوي، وأدرك التعادل لفريق النصر خالد النخعي من ضربة جزاء، وعاد ذات اللاعب لإحراز الهدف الثاني للنصر قبل انتهاء المباراة. وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الجلاء عند 6 نقاط في المركز التاسع قبل الأخير. أثرت الحرب في اليمن على الرياضيين، حيث غادر كثير منهم بهدف تنمية مواهبهم والابتعاد عن شبح الركود. من ضمن المواهب التي غادرت وشقت طريقها نحو النجاح اللاعب ياسر الصوفي الذي بدأ مشواره في عمان وحصل على ألقاب كبيرة. المزيد في سياق التقرير التالي. تسبب توقف دوري كرة القدم في اليمن بمغادرة اللاعبين اليمنيين للبلاد بحثا عن فرص أخرى لإبراز مواهبهم والحفاظ على مهاراتهم وتنميتها،
ومن ضمن هذه المواهب التي برزت بشكل ملفت في الفترة الأخيرة اللاعب اليمني ياسر الصوفي، حيث بدأ مشواره الرياضي في سلطنة عمان وحصل على لقب أفضل لاعب بأكاديمية أرسنال بالسلطنة عام 2014، وحينها تم قبوله أيضا في أكاديمية مايروكا الإسبانية. كما تم اختيار ياسر الصوفي من قبل نجم ريال مدريد السابق ميشيل سالجادو كواحد من أفضل 4 لاعبين في عمان للمشاركة في برنامج ذا فيكتوريوس للمواهب الرياضية العربية. وتلقى الصوفي دعوة للتجربة في دوري الدرجة الأولى الأوكراني بنادي السومي أحد أبرز أندية الدوري. وفي أولى تجاربه الاحترافية الأوروبية انتقل الصوفي للعب في صفوف نادي روبن يالطا الروسي، وأثبت تميزه مع النادي قبل انتقاله إلى نادي تسخينفالي الجورجي في ثاني تجاربه الاحترافية الأوروبية. وفي ظهوره الأول مع ناديه الجديد في دوري الدرجة الثانية الجورجي دخل الصوفي بديلا وأحرز هدفا، ما جعل فرص ظهوره كأساسي مع النادي أكثر في اللقاءات القادمة. وتلقى اللاعب اليمني ياسر الصوفي صاحب 22 عاما مؤخرا عدة عروض احترافية من أندية أوروبية وأخرى خليجية ليواصل تمثيل كرة القدم اليمنية في الخارج بشكل أفضل مما تبدو عليه المنتخبات الوطنية في الوقت الراهن. اختتمت في العاصمة المؤقتة منافسات البطولة المفتوحة لأندية كرة الطاولة في عدن التي أقيمت في قاعة أسعد مثنى المغلقة في الشيخ عثمان على مدى يومين. وحقق لاعب الشعلة ماجد حسن كأس المركز الأول وحل زميله في الفريق محمد سامي وصيفا، فيما جاء لاعب التلال أيمن عبد الواحد بالمركز الثالث. وشارك في البطولة 28 لاعبا بواقع 4 لاعبين من 7 أندية مشاركة لعبت بنظام خروج المغلوب. وفي ختام البطولة تم تكريم المراكز الثلاثة الأولى بالكأس والميداليات. طبعا هذه البطولة هي بطولة فردية لأندية محافظة عدن فئات العمومي، والذي شارك فيها 7 أندية من 10 وبمعدل 4 لاعبين من كل نادي، وبما معنى أنه 28 لاعب خلال هذه البطولة تنافسوا منافسات شريفة خلال يومين، وتنافس شديد ورياضي إلى حد أنه تأهل 3 لاعبين من خلال عدد 28 لاعب، والذي من خلالها هذا اليوم سيتم التصفية فيما بينهم بطريقة الكل مع الكل لتحديد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة. حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 24 من فبراير عام 2022 موعدا لسحب قرعة تصفية كأس آسيا عام 2023، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل متصدرو المجموعات 6 إضافة إلى أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني. وستلعب كل مجموعة بنظام التجمع في دولة معينة في شهري يونيو ويوليو من العام القادم. وقبل الختام مشاهدينا، دعونا نتابع وإياكم أبرز مباريات مساء اليوم ويوم غد. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة الرياضية، شكرا لكم وإلى اللقاء.